لنقاش هذه التطورات ينضم إلينا من بغداد السيد واثق الجابري المحلل السياسي والأمني. سيد واثق، مرحبا بك معنا. هذه العملية العسكرية هي ليست الأولى خلال الأسابيع القليلة الماضية، كيف تبدو الفرص أمامها بإتمام مهمتها وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي فعلا؟ نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهدي الكرام. طبعا انطلقت فجر اليوم عملية أمنية واسعة في شمال بغداد بقيادة عمليات بغداد، طبعا اللي هي يعني اشترك فيها لواء المهمات الخاصة لرئاسة أركان الجيش واللواء المشاة 37 المشاة واللواء من الشرطة الاتحادية من المهمات الخاصة واللواء الرد السريع أيضا من الشرطة الاتحادية واللواء من الحشد الشعبي ومشاركة طيران الجيش وقيادة القوة الجوية. طبعا هذه شمل التفتيش بحدود لحد الآن بحدود 32 كيلو متر مربع، وشملت تفتيش 11 قرية وبساتين، طبعا هذه كلها بساتين واسعة تحيط بمنطقة بغداد. إضافة إلى ذلك طبعا هنالك عمليات أخرى، قبل قليل كانت هنالك استهداف لمجامع داعش في سامراء وأيضا في حوض ديالة وجبال حمرين وصحراء الرمادي وصلاح الدين. كل هذه العمليات طبعا هي تأتي يعني لملاحقة هذه المجامع الإرهابية، لم تنقطع العمليات ملاحقة هذه الجماعات يعني حتى بعد الانتهاء المعركة مع داعش، لكن هذه المجامع بدأت تتحرك وأكيد القوات الأمنية لديها معلومات استخبارية التي انطلقت فيها اليوم كانت دقيقة وتحركت بهذا الشكل لحماية العاصمة وحماية أمن المدن الأخرى. بالإشارة إلى هذه المعلومات الاستخباراتية سيد واثق، نحن لا نتحدث عن عملية عسكرية يتم إطلاقها شمال البلاد أو غربها كما هو معتاد، وفق المعطيات نتحدث عن عملية عسكرية ليس بعيدا كثيرا عن بغداد، إلى أي مدى نتحدث ربما عن تهديد وشيك وصل إلى هذه الأجهزة الأمنية؟ نعم، يعني هي هذه المناطق أولا يعني هي يعني ما الأماكن التي يوجد فيها جماعات داعش، طبعا هي أما تستخدم الصحراء الوعرة والأماكن البعيدة أو أحيانا سلاسل الجبال يعني كجبال حمرين، و في محيط بغداد يعني يستخدمون البساتين الكثيفة وهذه طبعا أكيد تهدد أمن العاصمة، وهي بنفس الوقت هي ممرات للارتباط بين المحافظات يعني محافظات الوسط والجنوب والمحافظات الغربية، وكل هذه الممرات يمكن أن تسيطر على هذه المجامع ويمكن أن تتحرك لاستهداف يعني بعض القوات الأمنية وإحداث يعني بعض العمليات التي حدثت في الأيام السابقة. بعض العمليات حدثت في صلاح الدين، في الرمادي، في بغداد، في أطراف بغداد، وهذه طبعا أكيد القوات الأمنية هي المعركة اليوم معركة استخبارية أكثر مما هي عسكرية على الأرض. هناك من يقول سيد واثق، لا شك هناك غطاء جوي من الجيش العراقي لهذه العمليات العسكرية على الأرض، لكن البعض يقول دون غطاء جوي من التحالف الدولي سواء بالرصد والمتابعة وحتى من خلال الضربات يظل أو تظل فعالية أي عمل عسكري أو عمليات عسكرية على الأرض تظل منقوصة، هل تتفق مع ذلك؟ هي العمليه التي انطلقت اليوم يعني وجود مشاركه طيران الجيش وقياده القوى الجويه، طبعا اكيد يعني هو التحالف الدولي اثر في رصد العمليات باعتباره يمتلك القدره الاكبر والاوسع والارتباط بالاقمار الصناعيه والاجهزه المتطوره. اضافه الى ذلك يعني حتى بعض القوات الامريكيه هي سحبت نفسها يعني من قاعده بلد او بعد العوده الى قاعده عين الاسد، هذه طبعا اثرت على فعاليه طائرات F-16 واستخدامها، لانهم بالنتيجه لا يوجد خبراء او اداره عراقيه تدير يعني هذه المنظومات الالكترونيه التي تتبع للطائرات، ويوجد فقط طيارين عراقيين هم متدربون على هذه العمليات. طبعا اكيد العمليات هذه مثل هكذا عمليات تحتاج الى تكاتف دولي وتحالف دولي ايضا من اجل ردع هذه العصابات الارهابيه باعتبارها لا تهدد الامن العراقي وانما تهدد السلم الدولي عامه. شكرا جزيلا لك، ضيفنا من بغداد السيد واثق الجابري المحلل السياسي والأمني.